السلام عليكم ورحمة الله. حلوة صلاة النبي تملى القلوب، ياما عم يصلي على النبي الآخرين. النهاردة يعني كان في شر كتير والريح ما كانش مناسب، يعني كده لما عدى كام ساعة عليه كده 3 4 ساعات بقى مناسب تاني، بس خلاص بقى آخر اليوم خلاص كده. ربنا برضو كرمنا برضو وبولتي وبوري برضو، فحابب أقول لكم كده على كام نصيحة، يعني اللي يجي يصطاد استفاد منها. اول حاجه لما تيجي تصطاد حاول ان انت ايه تجرب في كل حته زي ما قلت لكم، شمال ويمين وكده. لو ما نفعش تجرب بقى ايه ترمي جوه، ساعات بيبقى السمك موسع جوه، لقيت برضو ما فيش نتيجه بتروح معلي العيار خالص والسمك بنجيبه من تحت. يعني كذا سمكة، أبو يوسف كان شغال النهاردة من العيار كان طويل وأنا كنت عايم على الوش، وبرضه ربنا كرمنا وبنجرب كذا مكان. جربنا بالمكنة وجربنا بالبوصة الحمد لله، يعني ربنا رزقنا. طبعا التوم عشفينه وصلت النبي. حلو حلو، أول استفتاح يا جماعة. تعال يا حاج يوسف. حلو صلاة النبي. حلو صلاة النبي. الأرمة الجديدة. يا عم صلي على النبي الآخر، يا مش حلو الأرمة الجديدة. يلا توكل على الله. حلو صلاة النبي تملى القلوب، يا عم صلي على النبي الآخر. يا قلت شغال أهو، مسرح جاي إزاي؟ مية راقدة خالص. مسرح جاي منين؟ يعني سمك ما بياكلش خالص غير بالعافيه، فجاه كده تلاقي واحده كبيره. الشر برضو موجود، يلا ربنا يسهل دعواتنا لله. حلوه صلاه النبي تملى القلوب، يا سمكه طالعه بس من تحت وطالعه بالعافيه بالعرض. مش راضيه تطلع من الميه. لازم تفاجئنا انت عم يوسف. حلو صلاة النبي تملى القلوب، يا عم صل على النبي الاخر. يعني الله ينور ابوتي. حلو كان بوت حلو ما شاء الله، لا قوه الا بالله. تسلم ابوتي. حلو صلاة النبي تملى القلوب، يا عم صل على النبي الاخر. يعني وبوري يا ما شاء الله، لا قوه الا بالله. تحاول يعني ايه تجرب مع السمك كل الطرق. النهارده كان الشر برضو موجود بس بطريقه قليله، يعني بس يعني النهارده قعدنا بتاع 3 4 ساعات ما بناخدش حاجه، فانت ما تجيش وتيأس، كلها بتبقى ارزاق وسيبها على الله. كله ربنا كرم النهارده. النهارده كان في ناس كتير، في منهم خلاص مشي، في اللي لسه موجود معانا والحمد لله. يا حاج، ايه الاخبار؟ كله تمام. حلو صليت النبي تملى القلوب، يا عم صل على النبي الله يخليك. وريهم كده التقطيع يا جماعه. اخر النهار والحمد لله ربنا كرم برضه، فالريح كان النهارده الصبح كان غير، كان جنوبي كده وما كانش حلو. فاخر النهار الحمد لله دخل بولتي ودخل بوري، فان شاء الله برضه بكره هتلاقيها احلى، لان الريح النهارده بس كان معاكس، بكره هتلاقيها حلوه ان شاء الله. في ساعات بيبقى السمك على البر عادي، مش لازم نرمي جوه، يعني بنجرب كذا طريقة. ربنا يرزقك يا حاج. من نفسنا بقى مرة، من نفسنا بقى مرة. هنا فزات كله خلاص، ما فيش تاني خلاص. بص بتشتغل على اخر النهار، مش لازم، مش شرط الصبح بدري، هي بتبقى شغاله على الظهر
واخر النهار كده ما بينهم بقى يعني ايه ارزاق لله. احسن حاجه ان مفيش شغل قليل برضو بس موجود بس قليل، ما احنا بقالنا 3 4 ساعات ما بناخدش حاجه. الشغل كمان، حتى الشغل كمان يعني كان تعبان، كان تعبان وما بياكلش غير بالعافيه كده ايه، والطعم من الحد ده ما بيسيب السن. لو يا جماعه مفيش حاجه بتخش على الطعم بتاعكو سيبوه عادي، يعني سيبوه تلاقي فجأة كده تجمع عليه سمك مرة واحدة، سمك خدته مرة واحدة فتسيبه. يلا بقى تبقى كده اليوم بقى فل خلاص الحمد لله. حلو صليت النبي كنا بنقول يا عم صل على النبي. النهارده يا جماعه اليوم يعني الحمد لله الريح كان كويس خالص، بس الحمد لله برضه الدكتور مفروضه كام سنة كده في بوري دخل كده على اخر النهار. بكره ان شاء الله هتلاقي الجو حلو والدنيا شغاله احسن من النهارده. الريح غير اخر النهار، المايه بقت جميله. خلاص رمينا والحمد لله ظبطت الحمد لله، وهنوريكم برضو البوري اللي احنا خدناه دلوقتي. انتظروا الفيديو ان شاء الله النهارده باذن الله. الحاج يوسف خد بريه ما شاء الله محترمه، ربنا يرزقك يا يوسف، ربنا يكرمك حاجة. يعني مش عارف اقول له ايه، خلاص ركني على الرف. لا حق العشاء لا كان اهو، لا العشاء لا كان كده. وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة، خلاص كله بيلم، كله بيلم الحاجة بتاعته فخلاص. اللي عايز يجي بكرة الجو هيبقى حلو الحمد لله. لا بتسرح بتقعد تجيب اي حاجه. مش عايز تنام ولا ايه؟ لا يا عم مصور انت، ده انا بقول المصور بتاعنا اسمه ابراهيم وكلام من ده وبتاع، انت هتنام ابراهيم؟ الناس هتتفرج على ايه؟ عيننا بقى خلينا هو يا جماعه اللي شايفينه اهو، بس الفيلم ده بخش عليه كل حاجه، بوري وبولتي والدنيا زي الفل. ماشي يا هيما؟ 8 بس.
انا هنزله تحت كده، بيت هنزله تحت كده نسيبه.